لو أول مرة تشوفوا فيديوهاتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي أول بأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى وأجمل بنات في الدنيا. معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة يا حبيب قلبي هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. وصفتنا النهاردة هما وصفتين مش وصفة واحدة، وصفة هتستخدميها كوجبة ووصفة هتستخدميها كدهان. الوصفة بتاعتنا النهاردة بقى لإيه؟ لتكبير المؤخرة، وبمعنى أصح يعني يكون شكل جمالي للمؤخرة بانها تكون متناسقه مع الجسم. سيدات وبنات كتير بيلجأوا للكريمات ولحاجات كتير من الصيدليه علشان تكبر المؤخره ويكون شكلها جميل متناسق مع حجم الجسم. لكن النهارده احنا هنعمل مع بعض وصفه سهله جدا، مش هتكلفنا حاجه خالص عشان تبرز المؤخره بتاعت. طبعا الوصفة دي للبنات وللسيدات، يعني هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا وجميلة ومكوناتها بسيطة. هنحتاج لوصفتنا النهاردة، تعالوا نقول هنحتاج ايه. هنحتاج لوصفتنا النهاردة معلقة من الخميرة، الخميرة اللي هي بتاعت الخبز، وهنحتاج معلقة من الحلبة المطحونة، وبرضو هنحتاج معلقة من السمسم. طبعا انا قلت لكم ان هما وصفتين، هنعمل وصفه دلوقتي. تعالوا نعمل الاول الوصفه اللي هنستخدمها كدهان، وبعد كده هقول لكم الوصفه اللي هنستخدمها كوجبه هناكلها كل يوم، هقول لكم هنعملها ازاي. حبيب قلبي اول وصفه معانا هنحتاج ليها معلقه الخميره، هنحطها في الطبق بتاعنا كده، وهنحط عليها معلقتين من المية. طبعا المية حسب العجن بتاعنا اهو بالشكل ده. هنقلبها بقى، هنقلبها كويس جدا. الخميرة العادية اللي هي بتاعت الخبز، وياريت لو سمحتم لو في حد عارف ليها اسم تاني في اي دولة تانية ياريت يقول علشان ايه كل حبايبنا يستفادوا. زي ما احنا شايفين كده احنا دوبناها اهي بالشكل ده، وياريت تخليكي معايا لاخر الفيديو علشان هنقول الطريقة التانية جميلة جدا وعايزاكي تعملي الطريقتين مع بعض. ادي الطريقة الاولى، هي دوبنا الخميرة، بعد ما دوبناها هنحط عليها الحلبة المطحونة بالشكل ده اهي، وهنبدأ بقى نقلب الحلبة مع الخميرة بالشكل ده عشان نحصل على قوام كريمي اهو. اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده اهي، ادي الخميرة وادي الحلبة بالشكل ده، شايفين زي ما احنا شايفين كده اهو قوامها كريمي، عاملة زي الكريمي. زي هنعمل ايه بقى؟ هتدهني على المؤخرة بالوصفة اللي احنا عملناها دي، هتدهني عليها كده، تحطي وتدهني وتدلكي، تستمري في التدليك كده حوالي 10 دقايق، وتسيبيها يعني تسيب الدهان ده عليها تقريبا ساعة بالشكل ده كده، وهتسيبي الدهان ده. عايزاكي تكرري العملية ديت، يعني ممكن تكرريها كل يوم. هتعملي الوصفة دي قبل ما تنامي، تعمليها لحد تاني يوم الصبح، هتدهني بيها كده وتسيبيها لحد تاني يوم الصبح. استمري على الوصفة دي لحد ما تلاقي نتيجة اللي انت عايزاها ان شاء الله. دي بالنسبة للوصفة الاولى. يلا بينا بقى نعمل الوصفة التانية. بالنسبة للوصفة التانية بقى يا حبيب قلبي هنحتاج ليها معلقة من السمسم. السمسم اللي احنا عارفينه بتاع برضو اللي بيتحط على القرص والعيش اهو، ياريت لو ليه اسم تاني ياريت حد يقول لنا السمسم ده. طيب السمسم ده هنستخدم ايه بقى عليه؟ هنحط عليه معلقة واحدة من العسل النحل، وطبعا لازم يكون عسل نحل طبيعي
هنحتاج معلقة واحدة من عسل النحل. عايزاكي برضو الوصفتين دول تعمليهم مع بعض، يعني هتاكلي الوجبة دي وهتدهني الدهان ده، وهتلاقي نتيجة ممتازة ان شاء الله. بإذن الله تلاقي من نتيجة ممتازة جدا. بعد ما حطينا العسل النحل كده هنقلبه كويس كده، وهتبدأي بقى ايه تاكليها، يعني تبدأي تاكلي بقى المعلقة كده السمسم بالعسل بالشكل ده، وهناكلها كل يوم. تاكليها، تاكلي معلقة كده بالشكل ده السمسم على العسل. عايزه اقولك برضو انتي لو استخدمتيها مرتين في اليوم هتديكي نتيجه سريعه جدا. ممكن تاكليها كل يوم، مره الصبح ومره بالليل قبل ما تنامي، والدهان زي ما قلنا هتدهنيه بالليل برضو قبل ما تنامي لحد تاني يوم الصبح، وان شاء الله يعني تحصلي على النتيجه اللي انت عايزاها. باذن الله يعني الوصفتين دول بيكبروا المؤخره وبيخليها شكلها جميل متناسق مع الجسم باذن الله. دي كانت وصفتي النهارده حبايب قلبي، اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. ويا ريت تعملوا الوصفتين مع بعض وان شاء الله يجيبوا لكم نتيجه ممتازه. وطبعا اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، واستنوني في وصفه جديده مع جيجي كل حياتي. السلام عليكم، لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل فيديوهاتي اول باول.